جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل سرق مالا ثم استثمره في مشروع تجاري وربح منه أضعاف المال المسروق، والآن يريد أن يرجع ما سرقه من أموال، فما حكم باقي الأموال المستربحة من هذا المال المسروق؟ هل هي حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. الواجب عليه أن يرد المال بنمائه، أن يرد المال بنمائه وهو الربح إلى صاحبه، وأن يطلب منه المسامحة، لأنه مال لا يحل له. نعم.